الذي طرحه، أما الذي سبنا فأنا قلت يعني لك أكثر من مرة يعني أن هذا في صالحنا. بارك الله فيك. إيه، فهذه معروفة، قلت لك يعني كلما سبنا أحد كلما ازدادت ذنوبه ونحن ازدادت حسناتنا. صلى الله على درس شيخنا والله. وأنت تعرف ذلك الشخص، يعرفه جميع الناس، الذي كان يعني أحد الناس يسبه ويشتمه، فكان يأتي له بالصدقات والهدايا، فلما استحيا الرجل وانتهى من السب والشتم هذا أبطل صدقاته وهداياه. لما جاءه وناقشه قال: أنت كنت تفيدني عندما كنت تشتمني، الله، والآن انتهت هذه الفائدة فانتهت صلتي إليك. فهذا الرجل يسبنا، خليه يسب، نعم، وأنا ننصح يزيد يسب، ما يخليش حاجة أما يقول في بطنه لما يقولها. الله المستعان. للي يسب، نعم.